أنا خاف ولالا تولادنا بيحكوا باللغة الإنجليزية فلازم نشجعوا بعاداتنا وتقاليدنا أكثر. هل الثورة والوضع اللي في ليبيا توا ممكن يكون أثر على نظرتك لنفسك أو لهويتك أو حتى قرارك في العودة لليبيا يوما ما؟ أغلب يطلعوا بعد الثورة ما كانش هدفهم في الحياة، مثلا ما كانش يقولوا لما بنكبر حنمشي نبي نطلع من البلاد ونبي نهاجر. هذه الظروف الثورة هي اللي خلت أغلب الناس اللي حصلوا فرصة يطلعوا يطلعوا. شخص كان يعمل في أحلى معاملة في يوم وليلة تغير كل شيء. ليش؟ لأني ليبية، نولدت في ليبيا، نحمل الجنسية الليبية قبل ما نحمل الجنسية الإنجليزية غصب قهرا عنك. عندي حق.